الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم الثامن عشر من شهر باب المبارك أحسن الله قضاءه وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 128 للشهداء تنيح القديس البابا ساوفيروس البطريرك الثالث والعشرون من بطاركة الكرسي المرقسي. وساوفيروس كلمة يونانية معناها محب الله. ولد هذا القديس بمدينة منف من أبوين مسيحيين غنيين تقيين. مات والده وهو صغير وتركاه هو وأخته فتولت تربيتهما مربية حبشية. ذهبت بهما إلى الإسكندرية وهناك دخلت بهما إلى الكنيسة. فلما رآها القديس أثناسيوس مع الطفلين سألها عن خبرها فغصت عليه غصتها فأخذ منها الطفلين ووضعهما تحت رعايته. ولما كبرا قليلا وضع الفتاة في بيت تابع للكنيسة إلى يوم زواجها برجل من بلدة المحلة الكبرى وفيها ولدت كيرولوس الذي صار عمود الدين. أما القديس ساوفيروس فاتخذه البابا أثناسيوس تلميذا له فنام عالما تقيا فجعله سكرتيرا خاصا ثم رقاه إلى درجة الكهنوت وظل يخدم في كنائس الإسكندرية إلى نياحة البابا تيموساوس البطريرك الثاني والعشرون. فانتخب القديس ساوفيروس بطريركا بالإجماع في 23 مصر 101 للشهداء لما رآه فيه شعبه من حسن السيرة وعزم الغيرة على العقيدة الأرثوذكسية. وقد كان موضع ثقة الإمبراطور ثيودوسيوس الأرثوذكسي الذي أمر بتعميم الديانة المسيحية واعتبارها الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. اهتم البابا ساوفيروس ببناء الكنائس وبنى كنيسة على اسم القديسين يوحنا المعمدان وأليشع النبي في مدينة الإسكندرية ونقل جسديهما إليها متمما رغبة معلمه القديس البابا أثناسيوس الرسولي. وكان البابا ساوفيروس عالما بكتب البيعة خبيرا بتفاسيرها ووضع ميامر عديدة وأقوالا روحية حث فيها على المحبة والرحمة وحذر من الدنو من الأسرار الإلهية بغير استعداد وتوبة كما كتب عن القيامة والعذاب المعد للخطاة غير التائبين. ذهب البابا ساوفيروس إلى القسطنطينية مرتين الأولى سنة 394 ميلادية لحضور أحد المجامع والثانية سنة 398 ميلادية لحضور صيامة القديس يوحنا ذهبي الفم بطريركا على كرسي القسطنطينية. كان البابا ساوفيروس يحب البرية والرهبان فكان يكثر من الزيارات لأباء البرية يسألهم باتضاع ويتحاور معهم ويطلب منهم أن يذكروه في صلواتهم. ولما أكمل هذا البابا العظيم جهاده الحسن تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.